أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من رحاب مسجد سيدي محمد أبو عامر بمدينة الزقازيق. في مستهل هذه الحلقة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا قد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، فأسرها والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، فخذ أحدنا مكانه، إنا قال معاذ الله، قال معاذ الله أن نأخذ إلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن ومن قبل ما فرغتم
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا
وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى إنه هو العليم الحكيم قال بل سولت لكم فصبر جميل قال ما سولت لكم أنفسكم إنه هو العليم الحكيم وت
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا وأخيه
صدق الله.